الله الرحمن الرحيم، حياكم الله معانا في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم أنيمال فاكتوري. اليوم معانا الأخ العزيز ماجد العنزي الفارس والمدرب وسلطان، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. كيف حالك طال عمرك؟ يلا حيهم. الله يبقيك. وهلا بكم. الله يسلمك. مدرستكم ومربطكم مربط الماجد. شرفتونا. شرف لنا طال عمرك. وخذينا فرصة مناسبة لنشر ثقافة وعلم غالي على قلوبنا. ليش؟ لأن دائما نعتز بأصولنا الإسلامية والعربية. صحيح. أكيد. فأي شيء يكون فيه اسم العروبة والإسلام فهو يمثلنا. صحيح. الناس في حبها للخيل درجات، لكن كل الناس اتفقت على جمال الخيل العربي، هذا الحصان العربي. سواء كنت محب ومختص في هذه الهواية أو تجهل فيها، مجرد رؤيتك لهالحصان تفتن فتنة. صحيح. ولا تنسى أن الله أقسم سبحانه فيه خاصة من بد الحيوانات كلها والعاديات ضبحا. ولو تلاحظ معاي امتدح قوتها، فالقوة هي سمة أساسية وأصيلة في الخيل العربية. هذا الحصان المرافق والمساعد والمساند لفارسه العربي. صحيح. فراح نكتشف من هالكلام ان هالحصان يمتلك ميزة غير عن كل الخيول والفصائل الثانية، اللي هي نقطة انه محارب بالفطرة، يكر ويفر. نوضح وسلطان راح نقول شنو يعني يكر ويفر. المنطقة اللي يكون من جاي منها خطر، ان رحت لها تعتبر شنو سويت انت في حياتك؟ اقدمت وهاجمت وهاجمت. لو كان في اسد على يمينك ورحت له فانت هاجمته. صحيح. واذا وخرت عنه هربت. خلص هربت. فالمكان الذي تهاجم فيه هذا المكان الكري. فالحصان يكر أي يهاجم. وإذا ابتعد عن الخطر، ولاحظ أنا نقيت كلمة ابتعد، ما نحاش. لأن الحاش اللي ينحاش ما يرد. الحصان العربي يبتعد لسبب، لحمايتك يا فارس وللمناورة، يبي يحارب معاك، يبي يحافظ عليك. صحيح. فيبتعد. فهنا هني شو المنطقة شو تصير اسمها الفر. منطقة الفرية اللي يفر منها. تمام. وإذن الحصان رادار دقيق سبحان لاتجاهات الكر والفر، فمتى ما شفته وجه إذنه إلى جهة فمعناها وجهها إلى المنطقة الكرية، وهو يهرب إلى عكس اتجاه الإذن عكسها. يفر. ليش؟ هو محدد مكان الخطر وينبهك حتى لو كنت في الظلام، يقول لك ترى هذا مكان مصدر خطر. طيب احنا وين بنوصل بهالحوار؟ وليش دخلنا في المقدمة هذه؟ في المجتمع العربي وفي مجتمع الفروس الكويتي قاعد نلاحظ ازدياد كبير في حب هذه الهواية. صحيح. وامتلاك الخيل والافتخار بفروسيتهم. منا من توفق في اختيار المسلك الصحيح، ومنا من يطمح إلى مسلك. نعم. لما لاحظت الشيء هذا اتجهت على طول بدوري كفارس وأملك هذا العلم. حسيت في نقطة مهمة تجب على كل صاحب معرفة في علم أن يزكي علمه. صحيح. ما تحتفظ العلم لنفسك ولا تقول تعال لازم تدفع لي فلوس عشان أعطيك إياه. لا، فتحنا حساب توعوي نرسل رسائل لطيفة للفرسان عشان يتقبلونها من أخوهم الصغير. الله يجزاك خير. أنا ما أبفرض رأيي، أبحط له العلم قدامه يوصل معلومة أنا ومنطقية، أبحاول أقنعه بالمنطق. إن اقتنعت فيها طبقها يا أخوي، وأنا أعلم علم اليقين إن طبقها راح تكون فروسيته جميلة، راح يفرح فيها، والحصان راح يكون منسجم مع فارسه.
الفروسية العربية تمتاز عن جميع المدارس في نقطة مهمة، إنها ما تعاقب بالطق ولا بالتربط ولا بكثرة الأدوات. أقل مدرسة تستخدم أدوات، تستخدم لجام وعنان بس أو رشمة، والرشمة هي الراسية اللي ركبها على رأس الحصان مع المقود. أدوات بسيطة جدا. تخيل عن خلال هالأداتين ينتج حصان يحارب ويحميك في حال الحرب. سبحان. فشوف مدى اتزانه ومدى خبرته ومدى سلاسته في الحرب. خلنا نرجع لنقطة اللي تميز فيها الفروسية العربية. الفروسية العربية بدال لا أطق الحصان، قالوا في شغلة ثانية. الحصان في حياته يخاف من شغلتين، اللي هي المفترسات، أسود، نمور، وكلنا نعلم أنها كانت في الصحراء. صحيح. العربية، تمام، الضباع، ويخاف من إخلال التوازن. ولو جربتها في نفسك، حاولت أنك تسدع حصان، راح يسوي المستحيل عشان ما يطيح، لأنه انطاح كلو المفترسات. فالعرب استشفوا هالنقطة وهالمعلومة، فبدأ يعلم حصانه يا تطيعني وتسوي اللي أبيه وتخليني أنا القائد. ترى العلاقة بين الحصان وفارسة مو علاقة حبيب وحبيبة، قائد، علاقة قائد ومنقاد. صحيح. يا أنك تحترمني كقائد، أو أنه راح تبادل الأدوار، يصير هو القائد وأنا المنقاد. فشون أنا أصير قائد؟ أبدأ مع الحصان في إخلال توازنه، اطيعني ولا أخل توازنك. شون أخل توازنك؟ ياخذ يسار يمين، يمشي في طريق متعرج. مجرد الطريق المتعرج تلقى الحصان محافظ على سرعة بسيطة، خوفا من على اتزانه. ايه. هذه أول نقطة بدأوا يدربون فيها خيلهم. النقطة الثانية اللي بدأوا يدربون فيها خيلهم معرفتهم في الكر والفر. فبدأ يتعامل مع الحصان، إذا الحصان شغال جهاز الكري، يا أني أواكبه أي أمشي مع الجهاز الفري، أو أني أقفله وأفتح الجهة الثانية. في لحظتها راح يبدل الكر من الجهة اليمين إلى الجهة اليسار، أو يبدل الفر من الجهة اليمين أو اليسار، أو ينقلهم في ثباتهم، يبي يثبت هالجهاز. نقطة ثالثة، اعتمدوا فرسان العرب وتستمتع بذكائهم وفطنتهم. اكتشفوا أن هالحصان يملك جهاز بصري عصبي راقي. شلون سلطان؟ فبدأ ياخذ فكرة أنه يربط بصر هالحصان بيد القائد، يلغي عمل المقود، الحبل اللي بيده، خلاص يرخيه. الحصان يبدأ يتحرك على إيد قائده وعلى تحركات جسم القائد. مجرد ما إيد القائد لفت يمين، لف معاها يمين، بما أنها لفت يسار راح يروح يسار. الفرسان يعرفون مدى إذا كان رقبة الحصان خفيفة فيكون سلس في الملفات والفروسية. تمام. كل هالنقاط قاعد أحاول أوصلها في هذه المدرسة، وعن طريق النشر في السوشيال ميديا نبي فرساننا يرتقون بفروسيتهم. توعية بزمان. نبي الناس توعى في الأمر، نبي الناس يستمتعون في كل لحظة من لحظاتهم. إضافة، تعلم الفروسية الصحيحة يحافظ عليك. أكيد. الحصان هذا سلاح ذو حدين، إذا ما عرفت تستغله ممكن يعورك، ممكن يكسرك، فلا لا تستهين فيه. إذا ما كان في ثقة بينك وبينه. بالضبط، لا تستهين فيه. إذا أحس أن أنت راح تخل اتزانه وأنت فوقه بعدم ثباتك، هم الأكبر هو المحافظة على اتزانه. راح ينساك اللي فوق، فساعده انه يتزن. هذه اهم نقطة اللي انا اطمح فيه اوصلها للناس. اعلموا واعرفوا ان عندكم ارث كبير من اجدادكم، ارث الفروسية العربية. حاول انك تتعلمه، حاول انك تبحث عنه.
السوشيال ميديا سهل لنا طرق البحث. صحيح. أنا الآن عمري الفروسي وصل 21 سنة. ما شاء الله تبارك الله. والله عانيت في كل معلومة عشان أجمعها أو أوصل للشخص اللي يعطيني إياها. وأتلذذ وأنا أطبقها وأتعب عليها. اليوم السوشيال ميديا سخر لنا وإحنا قاعدين في بيوتنا. سهل لك المعلومة. وإحنا قاعدين في بيوتنا. صحيح. قاعد توصلنا المعلومات. طبق. شوف بعينك. هذه نقطة. النقطة الثانية. من أشهر مقولات الخيل اللي الناس حافظينها. علموا أولادكم. ركوب الخيل. الرماية والسباحة وركوب الخيل. طبعا هذه مقولة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب. أبعطيك فائدة علمية لأحد الفقهاء. عمر بن الخطاب كان يطلق عليه بالمفوه. المفوه. ليش يطلق عليه؟ ما اختلف الصحابة في أمر إلا ونزل القرآن برأي عمر. لو تلاحظ معاي قال علموا أولادكم. العلم لا يأتي إلا بالتعلم. صحيح. والتعلم لا يأتي إلا بالمعلم. فإذا كنت تظن أن الفروسية ممكن تعلمها بروحك تروح تشتري حصان وتتعلم عليه أقول لك ترى أنت مخطئ. صحيح. يشترط وجود المعلم. المعلم هو اللي يبدأ يكون لك أساسياتك، هو اللي يعطيك هالعلم وعصارة ما اكتسبه. إن أصاب أخي دعيله. صحيح. وإن أخطأ اسمح زلته فتراه اجتهد في علمه. في علمه. صحيح. لكن ثق تماما ان الفروسيه ما تاتي الا بالتعلم عن طريق معلم، ومثلها مثل الرمايه ومثلها مثل السباحه. لو سبحت تعلمت تسبح بروحك بتقعد طابش بس. اكيد. اذا ما غرقت. ما في اساسيات. ما في اساسيات، لكن تعلمها بالاساسيات لا راح تلقى الامر مريح. أبصر. جدا وسلس جدا. هذه فروسيتنا. الامر الثاني اللي نطمح فيه ان نعلمك طرق القياده والتحكم داخل اسطبلك. كثير منا يواجه شلون يقاود فحل، شلون يقاود مهر، شلون يدخل على الحصان بنجرته. بنجرته معناها غرفته. غرفته. تمام. يعني اهل الخيل لهم مسمياتهم الخاصه. الدخول على الحصان لازم يكون باستئذان. ايحاءات الجسديه تقول الحصان هل انا بهاجمك ولا انا خايف منك ولا انا مسالم. مسالم داخل بثقة. وداخل بثقة. الحالة هذه تكون وانا على الارض وتكون وانا فوق الحصان. الحصان يدري متى انت تكون خايف ويدري متى انت تكون مرتبك ويدري متى انت مسيطر وقائد. فوق يحس بطريقة جلوسك الصحيحة. ليش؟ إذا جلست وكنت في خط واحد يعني نقطة اتزان واحدة راح أمثلها لك. شفت لاعبين كرة السلة لما يرفع إصبعه ويحط الكرة ويفرها فوق إصبعه؟ هذا الحصان والكرة الفارس في اتزان. إذا بدأت تختل الكرة تلقى الإصبع بدأ يختل. صحيح. فالحصان يختل. إذا الحصان حس بثبات فارسه فوقه راح يدري أن هذا قائد ويرسل له إشارات عن طريق جسمه توجه الحصان توجه صحيح. وترى كل هالكلام وضحوه فرسان العرب. ولو تشوف حتى صورهم الصور القديمة اللي وصلت لنا لاحظ الهيئة راح تلقاها متزنة. سليم. فيها فائدتين. الاستقامة فيها اتزان للفارس وحصانه. ثانيا فيها عزة وشموخ. وهالخيل اللي مليئة بالعزة والشموخ ما يركبها إلا شخص ممتلئ بعزة وشموخ، ما يكون مرتخي فوق حصانه. صحيح. صحيح؟ صحيح. هذه جمال فروسيتنا. صحيح يا أبو سلطان. حياكم الله. شرفتنا. شرفتنا. أبو سلطان ما شاء الله أنت عمر الفروسي نقول 21 سنة. داش بال 21. تمينا ال 20 والحين داش بال 21. طول بعمرك. الله يبارك فيك. أكمل لك الصحة. بس ترى توني شباب. لا. أكيد توك شباب ما يحتاج. طول لي ما شاء الله حتى ما أعطيتنا مجال أن أسألك. أبرك الساعات يا أخوي. ساعتك أبرك طول عمرك. نبي نتكلم عن بدايتك. أنا بدايتي كانت جميلة في الفروسية. أذكر أول مرة كان عمري 5 6 سنين.
كان ابوي رايح لاصدقائه وكان عندهم خيل. فقام واحد من اصحاب الخيل وركبني بطريقه ذكيه، حببني بالحصان قبل لا اركبه وركبني وطمني. الله يوزن. بدا باستلطاف، ترى هذا الحصان طيب وانت شجاع. بدي اوصل لك معلومه. ما استخدم معي اي كلمه سلبيه، ما قال لي لا تخاف، لا قال انت شجاع. ولاحظ هذا فن من فنون التعليم. صحيح. لا تقول واحد لا ما يخوف ما يخوف، انت كذي دخلت الخوف. صحيح. لكن لو قلت انت شجاع وهذا طيب، فاستخدم خلاص في ثقه، الكلمات اللي مصادر الثقه. رسخت حب هالحصان في هذا العمر. في عمر 15-16 بديت اروح ادور الخيل اركبها. ثم انتهيت من دراستي الثانويه ورحت ادرس في مصر. ما شاء الله. كانت متنفس جيد جدا لي من الدراسه. وقت فراغك؟ في وقت فراغي كان الويكند، كنت اطلع من الاسكندريه للقاهره اروح ادور الخيل. الخيل. وسبحان الله اول يوم طبيت فيه رحت ادور على مدارس خيل. اول شيء بحثت على المدارس. ابحث عن مدارس لاني ماني مقتنع اني اركب شيء بدون لا اعرف. صحيح. لا ابي اتعلم. ليش كنت اتابع دائما اشوف الفرسان في المدارس، كنت اروح حفلات القفز، بطولات القفز وما القفز، فقاعد طالع كان اشكالهم جدا جميله تختلف عن اشكال اللي برا. واحده بواحده الى الله يسر لي ودخلت مدرسه سموحه للفروسيه في اسكندريه. في اسكندريه. ووفقني الله ان كان مدربي هو البطل الاولمبي كابتن ادهم حماد، الله يذكره بالخير. الله يذكره بالخير. فعلا زرع فينا الفروسيه، زرع فينا الشجاعه، زرع فينا الاقدام. طبعا المدرسه كانت مختصه في قفز الحواجز، هي مدرسه اوروبيه. اوروبيه. لكن هذا الفارس العربي وضع فينا اسس انك يجب ان تكون قائد. هي مو مجرد لعبة ولا هي رياضة، هذه راح تكون لك شخصية جديدة وراح تغير من معالم شخصيتك في تكوينها. أحببت الخيل حب جنون في هذه المرحلة، والله ما كنت أنام إلا أتخيل صوت حوافر الخيل. وأنا أقسم في الشيء هذا. خلاص أدمنت. خلاص حبها مشى في الدم. انتهيت من 6 سنين في التعليم. ما شاء الله. والجميل فيها ان اختارني كابتن ادهم من بد الطلبه، انزل درب فلان. في نفس المدرسه؟ في نفس المدرسه. ما شاء الله. يعني ابيني اعطيه كلاسات بسيطه. كان الامر جدا محرج لي، انا منو؟ منو انا في عالم الفروسيه عشان انزل ادرب؟ بس اللي مكلمك. لكن هذا امر. امر ايه؟ هذا مو طلب، هذا امر. من استاذي. يعني كان في مخيلتي ان ما يستحق لقب فارس الا من كان مثل كابتن ادهم وغيره، الناس اللي ابطال اولمبيين. ما شاء الله. الحمد لله تخرجت، اخذت شهادتي، جيت الكويت. ما وقفت الهوايه في الدم، على طول شريت خيل. والصدفه اني شريت لي حصان يجمع كل الخصال السيئه. يعض، يطق، بيده، يصقر. شنو تبي يسوي فيك؟ فبديت اسخر العلم هذا اللي انا تعلمته في هذا الحصان. في هذا الحصان. بعد 6 شهور واحد من عيالنا الصغار خليته يركبه بدون سرج. ما شاء الله تبارك الله. وبمقود وراسيه. امر جدا بسيط. والحصان في قمه هدوءه. وطبعا هذا حصان ريس بعد. يعني حصان الريس دائما يكون حار. في مو بس حار، يكون في برنامج الانطلاق. ما ينفع ركوب. دائما هو في برنامج امسك طريق وانطلق. وانطلق. بعدها بديت ابحث عن زياده في العلم، اللي يحب الشيء ما يتركه. اكيد. ولا يوقف في حد. ودائما يقولون لك يعني مثل ما نقول الحين بالعاميه في ابديت على العلم. بالضبط. في تغيرات. فما القى مدرب اقتنع في علمه الا ورحت بحثت العلم. ما شاء الله. اول من دلني على طريق الفروسيه العربيه عمي الله يطول بعمره.